خلق من كبد. فلو بتصفى الحياة يا بن بلال صفيت لمحمد اللهم صلي وسلم. اللهم صلي وسلم. لكن الواحد تجيه فرص الأولى به أن يستغلها، الأولى به أن يكون قد الثقة في كل مناطق حياته، وأرى فيك ذلك الشخص، عسى الله يوفقك الله إن شاء الله. الله يجزاك خير ويجعلنا عند ظن الطيب. قلت عن نفسك يا صقر شاعر وده ينافس بنعطيها أولوية، والوعد يا باقي الشعار في الحلقة الأخيرة، هل سيكون شاعرنا قد هالوعد اللي قطعه على نفسه؟ صقر بن بلال في سطور من مواليد ينبع في عام 1423 هجري، نشأ فيها مرحلة معينة ثم أكمل بقية حياته أو بقية طفولته في محافظة يدمة. نعم. إن نطقي لها صحيح، إن لم يكن صحيح فصحيح. يدمة في محافظة يدمة التابعة لنجران، اللي نمسي عليها وعلى أهلها بكل خير. من مرحلة الطفولة دائما صقر مجالس لكبار السن ضيوف والده، حتى اكتسبت منهم أنت يا صقر مهارات ومواهب من أثر الاستماع اللي جالس تستمع في هالمجالس. وأتكلم عن هالمرحلة في الطفولة. بعد مرحلة الثانوي قدمت الجامعات الوظائف العسكرية وتم قبولك بالوظائف العسكرية مبدئيا، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يرفض هذا التقديم أو هذا الطلب. دخلت الجامعة في تخصصات إسلامية، دراسات إسلامية، لكن قررت لاحقا الانسحاب والتحقت بالكلية التقنية دبلوم وتخرجت منها. في مرحلة ما بعد الثانوي قرر يجرب عدة تجارب صقر، وبإمكانك تصحح أو تنفي أو تقر، أظهرت فيها مدى مرح شخصيتك وحبك للاكتشاف، وكأنها الشخصية كانت محبوسة في الطفولة وما خرجت إلا بعد الثانوي، وبينت تأثرك بكافة العلوم. في واحدة من التجارب اللي سويتها يا صقر، وهذه اللي عليها استفهامات كثيرة، وصلت أنه باستطاعتك أن تخاطب الثقلين في واحدة من التجارب اللي جربتها، ولكنها انتهت هذه التجربة بالفشل والاعتذار وإنهاء المشروع قبل حتى أن يبدأ. كانت فكرة شخصية كتومة متحفظ جدا، وأعتقد أن هذه الشخصية تتنافى مع صفات اسمك صقر منور الدنيا. أهلا وسهلا. الله يطول عمرك. وأنا حقيقة يا أبو سعد أني متشرف الليلة أكون معك في هذا اللقاء الجميل، وصراحة أني أشكرك على استضافتك هذا الليل. والله يطول عمرك. وعمرك يطول إن شاء الله. أستأذنك في السبحة لو تكون في جيبك بعد إذنك. حاضرين طال عمرك. الأمر الثاني بس عندي تصحيح يا أبو سعد. لبيك. عندي تصحيح. تفضل. عرفت في مرحلة الدراسة أنا طالع أولاً الوظائف العسكرية، انقبلت في أحد الوظائف العسكرية هنا اللي رفضتها، هي باللي رفضتها. عرفت. وقدمت طال عمرك على الجامعة وكانت رغبتي تخصص قانون، انقبلت في أحد التخصصات الإسلامية، وأخذت لي طال عمرك تقريباً سنة التعليم عن بعد، كان لي نية أني أعدل التخصص. الرفض جاي صقر لوجود فرصة أخرى في إكمال التعليم ومواصلت تعليمك. عسى الله يوفقك طبعا، وفي كل مكان يكون فيه الشخص في هالبلد العظيم يكون خادم، سواء معلم أو عسكري أو غيره، في كافة المجالات نحن جنود لهذا الوطن. صقر، إيش سالفة الوعد في الحلقة الأخيرة يا باقي الشعار؟ هذه قصيدة قديمة لي. عرفت. كنت يعني في جروب أنا وشعار معي، كتبت لي أبيات هذه من ضمنها. متى الحلقة الأخيرة؟ هو كان طاروق. عرفت. وفيه طال عمرك ترتيب. طاروق الأول بين الشاعر فلان وفلان وفلان وفلان، فغنينا طال عمرك كم طاروق، وانتهى الطاروق بيني وبين شاعر. عرفت. وهذه طال عمرك سنة. طيب إيش رأيك في من يتهمك بالتذاكي؟ في اتهامات صقر أنه يتذاكى وهو ليس ذكي، قد يقول أحيانا ما لا يعنيه ولكن لتغطية جانب معين في شخصيته. لا أظن هذا. ما أظن هذا. ما أظن. الحلقة الأخيرة قربت؟ قد انتهت. ومتى الحلقة الأخيرة لوجودك في هذا البرنامج؟ في يوم 90 إن شاء الله. في يوم 90 إن شاء الله. إيش تفاصيل أو ملامح الحلقة الأخيرة اللي قاعد يتمناها صقر؟ مراكز الأولى بإذن الله. مراكز الأولى. كتوم ومتحفظ جدا. غير صحيح. غير صحيح؟ والله شوف يا أبو سعد، الإجابة على قد السؤال. شفت يعني إذا جاني سؤال أجبت عليه بكل شفافية وبكل صراحة، ما في شيء يعني أغطيه أو أخفيه عن الناس، أنا شخص واضح.
طيب صقر، الى الان ما جاوب على قد السؤال، يعني جالس طيب. يجاوبني بجمل، اذا اللقاء مو عاجبك ترى اقدر انهيه. لا لا عليك ابو سعد، انا مستمتع معك ذا الليل. دخلت البرنامج كراوي منشد وشاعر، رسميا وش الهويه اللي صقر يتمناها فعلا وتسيطر على جانب كبير من شخصيته؟ ملم. ملم. نعم. من بغاها كلها خذها كلها. لكن العادة ما تدري بهذا الشيء. أسلم. صقر أسلم. من بغاها كلها خلاها كلها. لا، ايش الابرز في شخصيتك؟ ايش اللي في انتماء داخلي لك اكثر؟ والله شوف، انا طال عمرك اشوف اني مخضرم، عرفت؟ مخضرم يعني. نعم، عندي طال عمرك من المخزون الشعري، وعندي من المخزون الانشادي، وعندي من المخزون في مجال القصص والروايات. ما معنى مخضرم؟ جامع الامور كلها. من حكم يعني عليك بهالشيء؟ انا واللي حولي. من هم اللي حولك؟ اعمامي، خوالي، اصدقائي. جبر الخاطر في كلامهم كم نسبته؟ كيف؟ جبر الخاطر في كلامهم كم نسبته؟ صفر. مو احيانا الشخص يلبس ثوب يتفاجأ مع الايام ان 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 هالثوب حمله شيء اصعب من انه يواجهه؟ من الممكن في بعض المواقف. أو وين حصلت مع صقر؟ الا الان ما بعد حصلت. يعني كأنك تقول ستحصل. من الممكن. شوف، هي على حسب طال عمرك، اذا مثلا واجهت رجل عنده مخزون علمي اكثر من اللي عندي، او شعري او انشادي، او وقتها طال عمرك اشوف اني باقي ما وصلت المرحله اللي في خاطري. بناء على كلامك الى الان صقر ما واجه رجل اكثر منه مخزون شعري ولغوي و... لا، بس انا اقول لك يعني مخضرم، جامع من هذه ومن هذه ومن هذه، عرفت؟ اذا انت مخضرم اللي اكثر منك شعرا ومعرفه، شو يسمى مخضرم كذا؟ يعني كلكم في صف واحد؟ نعم. جالس تناقض نفسك يا صقر. لا لا والله ناقض نفسي. والله شوف، الشعر طال عمرك ذوق. اسم؟ خلي بقول لك، الشعر ذوق. الجواب على قد السؤال قلت قبل شوي. الجواب على قد السؤال. انا اشوف طال عمرك كل شاعر ماخذ حقه. من يوازنك كفاءه؟ كلهم. طفولتك كانت في ينبع يا صقر؟ نعم. خلني اجيبها بالعاميه شوي. اعتقد من المحاور ومن الاستقصاء عند صقر ومن يحبه اكيد، اللي اوجه تحيه لوجدان المتعب على هذا الاعداد، والصديق كذلك احمد عبد الرحيم. سهلو. طفولتك كانت اشبه بالمعدومه، لان حدث احداث خلال مرحله الطفوله المفترض انها تحدث ما بعد البلوغ او ما بعد وصول على الاقل التخرج من الثانوي، لكنك فرضت عليك من بدري يا صقر، وانت فاهم وش اقصد. اسلم. ايش رايك في هالكلام؟ هل صقر عاش كامل طفولته كباقي الاطفال؟ لا. كيف كانت الطفوله؟ طفولتي طال عمرك كانت في المجلس مع الضيفان، كنت اخوي يعني لبون. هذا الشيء صراحه اني استفدت منه وشفت اثره علي بعد مرحله البلوغ. ايش رايك تفك الثوب وتريح وناخذ اللقاء؟ اللهم هي بشينك. اي تكفى، اي نفكر رايقين اكثر. سمعني بيتين وبعدها السؤال اللي بعده او المحور اللي بعده. اقول والله ان الغالي اللي صد وجهه عنا، لا بغيت اروح صوبه نفسي اللي عيت، كيف نركع للمقفي في الحياه وحنا ما ركعنا للمقفي في صلاه الميت. هذه كتابتك؟ نعم. صح لسانك؟ صح ابدا. بدري على هالأبيات عمريا؟ قبل ممكن 4 سنوات. ما تشوف انك خضت في غمار هالأبيات او هذا الشعور بدري؟ والله شوف، شوف ان العمر مهم مقياس مثل هذه الامور. عد لي البيتين تكفى. والله ان الغالي اللي صد وجهه عنا، لا بغيت اروح صوبه نفسي اللي عيت، كيف نركع للمقفي في الحياه وحنا ما ركعنا للمقفي في صلاه الميت. ايش نوع ال 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 القفاء هنا؟ من قفى؟ ايش كان نوع القفاء هذا؟ والله شوف يا ابو سعد، ما كل ما يكتب الشاعر حصل عليه، عرفت؟ فمن ممكنها فكره، شفت، يقولها بلسان الغير. ليش صقر يعيش حاله نفسيه انه شاعريته ابلغ من شاعريه زملائه على الاقل في هالنسخه؟
والله شوف يا طويل العمر، انا ما اشوف اني اصلا قدمت نفسي شعريا في البرنامج، عرفت يعني اكثر من زملائي. ايش ينقصك؟ ما ينقصني شيء. اذا رغبه. الرغبه مزاجا. احيانا المزاج يا صقر يدهورنا. والله شوف، هي هذا الشيء راجع لي يعني، ولكن لاحبابك مؤذي، خصوصا من هم لحمك ودمك. طيب ايش؟ طيب من الممكن، عرفت؟ لكن انا اشوف طال عمرك اني ما اهتميت بهذا الجانب كثير، يعني مجال الشعر، حتى اني اقول في بيتين اللي اقول الشعر ما هو بهم لي ولا هو طموح، لكن إن هي همني لا جاء وجاله طراه، يحل فيني قصيدا فيه معنى وروح وعلاج جرح علاج الصيدلي ما براه. صح لسانك يا صقر. من حرم صقر من طفولته؟ ما في احد حرم، لكن انا طال عمرك عشت في كنف والدي الله يعطيه الصحه والعافيه. مسي عليه بالخير. ومسي عليه من هذا المكان، الله يخليه لي ان شاء الله. امين. فعشت في كنفه وكنت احب اني اخويه، عرفت؟ احب خوتبي يعني من الطفوله، احب اني اجلس معه واروح معه اكثر مما اجلس من مع الاطفال يعني اللي في عمري. أثر على شخصيتك؟ إيجابيا. من جاء بعدك من أخوانك؟ كان عايش نفس الطفولة؟ لا. ولا بأريحية أكثر؟ لا، بأريحية أكثر. بعون الله سبحانه، عندما يولد شبل لصقر، هل ستعيش نفس الطفولة اللي عاشها صقر؟ نعم. ليش اخوانك ما عاشوا نفس الطفوله طيب؟ توفيق من الله سبحانه وتعالى. اذا انت افضل من اخوانك. والله شوف، ان شاء الله هم فيني الكفايه، عرفت؟ واكبر العيال يعني مهم مثل الباقيين، عرفت؟ يتعايش مع ابوه اكثر ويعرف ابوه يعني قبلهم، شفت؟ فانا طال عمرك عشت في كنف والدي وكنت محب لخوته. المجتمع في البرنامج متى اندمج فيه صقر؟ ليه؟ خلينا نكون صادقين شوي. نكون واضحين. تفضل. شوف، انا ما عندي مشكله اذكر كل شيء حتى ما يحصل علي انا. اسلم. لان ما هو بعيب. للامانه يا صقر، اول لقاء كان معك على المسرح، ولحظه اعلان عودتك انت، وكان معك شخص اتوقع مصعب او نياف. مصعب وحمد المري. لا، شخصين كنتوا وياه على المسرح. دغش وحمد المري. اي، فشديت مع صقر شوي انا، اذا تذكر ذاك الموقف. وكانت ردة فعل صقر تخبرني بربعة يدي في وجهك. قلت لك اعتقد انه كان من ضمن الحوار انه يا صقر ارجوك او حاجة زي كذا، شديت معك، فكان في ردة فعل صدامية من صقر. اذا هذا موقف حصل في ثواني، كيف صقر اندمج مع باقي من هم ماخذين الحياة بأريحية اكثر او بهزلية اكثر في البرنامج؟ طيب ذكرني بس بالموقف يا ابو سعد. هذا الموقف اللي ذكرت لك اياه انا. طيب شخصيه صقر اسلم، كيف 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 اندمجت مع باقي اخويا في البرنامج اللي نسبه كبيره منهم ماخذين الحياه باريحيه قد تروح الى بحر الهزليه؟ بقول لك، انا طال عمرك عايش برا البرنامج، يعني شخص رسمي نوعا ما، عرفت؟ وانا يعني منشغل في العالم الخارجي، عرفت؟ في اشغال و يعني تجارات وامور وذا، عرفت؟ فكان يعني الاجتماع يعني غالبا في الخارج قليل، يعني منشغل في نفسي برا. فدخلت هنا للبرنامج، تعرفت على زملائي، وهذا اكبر يعني مكسب لي في البرنامج. من اقرب شخصيه لك يا صقر في البرنامج؟ كلهم. كلهم فيهم الخير والبركة، لكن في شخص تهواه النفس أكثر وتحسه فاهم جوك، فاهم مودك، وتدري إنه يعرف وين الخطوط الحمراء ويعرف وين. والله شوف يا أبو سعد، مش عنجهي بزيادة. أخويا يطال عمرك كلهم أبشرك إنهم فوق الهقوة. ونعم والله ما قلت. وأنا أفتخر فيهم والله يا أبو سعد، إني ما أشوف نفسي في ذا البرنامج، عرفت؟ إلا إنهم أطيب مني كلهم. ما عليك زود أكيد يا صقر. على فكرة ترى عندك ابتسامة حلوة، لكن والله انك بخيل جدا فيها. اعطنيها يا مخرج. ايه، خلها على الشاشه. صقر، ايش هدفك من دخول البرنامج يا ابوي؟ علاقات. كسبتها؟ نعم. ال90 يوم ان شاء الله فيها تتويج؟
باذن الله. فلك التوفيق، ولا اعتقد او ما مستحيل ان يكون في صقر ما يحوم على على الله يطول على فريسه، والفريسه اللي هي المراكز ان شاء الله باذن الله. الله يجعل لك التوفيق ان شاء الله. الاسم المستعار صقر والهويه الوطنيه ايش مكتوب فيها؟ الله يشوف يا ابو سعد. انا طال عمرك سماني ابوي باسم جدي الله يرحمه، الله يجعله في الجنه، له الشيخ محمد بن قيم عرف طيح ونعم فيه وفي اتباع جعله في الجنه، الله يطول عمرك. وجدي بنفسه الله يحفظه ويعطيه الصحه، الله يرحمه ان شاء الله آمين. يدخله الجنه. سماني صقر وراح اسمي طال عمرك صقر. نعم، ولك منه نصيب، اسمه افتخر فيه، وهو افضل من اسم صقر، افضل الاسامي ما عبد ومحمد، شفت؟ لكن صقر هو الاسم الاعلامي. الله يزيدك من فضله يا صقرنا. من اشارك على البرنامج؟ من اللي قال لك يا صقر والله قدم في برنامج على قناه بدايه؟ والله طول العمر ما في احد اشار لي. كيف ولقيت هالبرنامج؟ والله لقيت اعلان في حساب اخوي محمد بن جخير، انعم واكرم به وباخوانه، عرفت؟ ودخلت يعني الفكره في راسي، قلت ابى اعيش التجربه واكسب علاقات وفيه موارد ثانيه ان شاء الله. تابعت برامج قبل يا صقر؟ على الخفيف، في شخصيات لقطات بس، ما في شخصيات معينه تقول والله ودي اصبح مثل فلان مثلا في نجاح معين او في وصول معين؟ لا نهائيا. نهائيا. وش قال صقر عن اهل الحكي؟ لو اني بلد العيل لاهل الحكي ما كان، تمثنيت صعب ولا تهقويت بالعليا، ورثنا من اللي قبلنا فجت البيبان، وش الرجل من دون المراجل على الدنيا؟ يقولون قال فلان وفلان، وش فلان؟ ضعيف عيونه من دروب الوفا عمياء، علوم المراجل ما قواها طويل لسان، قواها طويل ذراع ومعقدة الاريا، طرات العمر وقفت شموخ وصهيل حصان، وعزة عفيف وسمعة في الدهر تحيا، وقوف يجمل ذكرها الخال والعمان، ولا عيش مثل الميت اللي مع الاحياء. صح لسانك وصح صوتك. اغلب العيال ان صح التعبير بالعامية، واغلب من يحبك يقول شخصية صقر كانت قبل البرنامج أجمل. والله شوف يا أبو سعد، البرنامج فيه تنازلات، عرفت؟ فيه تنازلات البرنامج، يعني مثل الضحك واللعب والوناسة وذا ولا هو بعندي أنا بس، عند الشباب كلهم، يعني بداية البرنامج كنا متحفظين أكثر، عرفت؟ لكن بعد مرور فترة من الوقت تأقلمنا، صرنا نأخذ راحتنا بزيادة. تشوف انك ظلمت نفسك بالصمت احيانا او الكتمان؟ في وين؟ في البرنامج، خارج البرنامج، في شخصيتك بشكل عام. والله شوف، لا يا اخي، عندي شعور ان صقر اذا كره كره خلاص. والله شفت هذاك اللي يقول ماذا لو عاد معتذرا؟ لا تعود ولا تعتذر ولا عاد اشوف وجهك. لا غير صحيح، بالعكس، والله اني ما اخبر اني اكره احد مره، حتى لو مثلا يجيني خطا من احد او كذا، او شفت ما اشل عليه في خاطري. هل وصل لك شعور كره من احد؟ صدق كيف؟ في احد يكرهني؟ اي اي، في البرنامج ولا خارج البرنامج؟ في الحياه يا صديقي. اكيد اكيد، شيء طبيعي. حتى هل تعفو ممكن بدون اي موقف وبدون؟ هل تعفو وتصفح ولا تحسس ب ب ب ب اني لا زعلت زعلت ترى؟ احسس اول شيء واعفو واصفح. من اخر شخص وصلت له شعور تراني زعلان وقفيت عنه حوالي 10 ايام؟ والله شوف، فيه بيت طال عمرك الشاعر يقول ما اعرف اجازيك يا راع الردى بالردى، اعرف القفايه اللي ما بعدها رجوع، عرفت؟ فممكن فيه بعض المواقف اذا حصلت، شفت، اني اقف فيه حتى لو ما في خاطري عليه شيء ولا كذا، لكن اشوف ان القفايه عنه افضل. جيت تكسب علاقات في البرنامج. نعم. ايش رايك في خساره مخرج البرنامج؟ كيف؟ خساره ايش؟ مخرج البرنامج. كيف يعني؟ ايش اللي حصل بينك وبين المخرج اباظه بدايه البرنامج؟ والله يا طويل العمر اباظه هذاك الليل كان فيه، ترى هو الحين في الكنترول لا يحول على الشجر، تكفى. لا لا اباظه عزيز وغالي والله. لكني طال عمرك كنت متوجه لخيمه جاكو، كان طيب الفقره هناك، حصلته قلت نبي حطب، قال انا مخرج مالي دخل وكذا، ورفع صوته. قلت طيب لا ترفع صوتك، الله يجزاك خير، حتى لو انك مخرج تعامل معي باسلوب طيب، انا ما خطيت عليك ولا قليت الادب عليك ولا تجاوزت حدودي، عرفت؟
فجاء بيني وبينها رفعت صوت وكذا، وفي نفس الليل تصالحنا. يا أباظة ليش قلبك أسود؟ لا بالعكس. علم رجعنا أنا أتكلم صقر. طيب تفضل. أتفهم مع مخرجي. لا تحطي شيء بابا غالي عزيز علي. ليش قلبك أسود؟ سألك فين الحطب قول الحطب هنا، سألك وين قول هنا. لو يسألك 100 مرة مو 10 مرات، لأني شوفت كذا من بعيد كان عندك حطب، لكن إذا قربت مخرج فأبابا تكن يمكن شافك من بعيد. نور الدنيا يا بابا. طيب صقر، عمل المفارق من اللي كتبه أو من قام بكتابته وش كان موقفه؟ والله الموقف طال عمرك ما في موقف محدد، لكن قصيدة من عرض قصيدة واجدة. متى كتبت يا صقر؟ قبل تسجيل العمل ممكن بساعتين. ومتى سجل العمل؟ بعد ما كتبت القصيدة بساعتين. قبل كم كلها اثنين؟ قبل ممكن 3 أسابيع 4 أسابيع. 3 أسابيع. إيش المشاعر اللي زارتك في القرية وخلتك تكتب؟ إن لم يكن هناك تواصل طبعاً. والله يا طويل العمر الشباب شفتهم يسجلون دشنونهم الأعمال، عرفت؟ هذا الشيء يعني مطلوب مني إني أدشن أعمال وأسجل وكذا، فكتبت القصيدة وخليت أخوي أمسيه بالخير منه حمد الراشد سجل. نعم. استاهل. الحزن وش ماخذ من حياتك يا صقر؟ ماخذ قسمه وافي. سولف لي يا صقر. الله يطول العمر. اولا فهذه امور تجي كل شخص، عرفت؟ لكن فيه موقف اللي هو وفاة جدي علي بن بلال الله يرحمه، شاعر يام. هذا من اكثر ما اثر علي. ايش فقدت بفقده غير وجوده؟ وجوده كان يعني للقبيلة كلها الشيء الكثير. والصقر أكثر من القبيلة. من عوض غيابه؟ ما في أحد يعوض غيابه. إيش كتب فيه صقر جعله في الجنة؟ والله أنا كتبت فيه قصيدة طويلة، كتبت فيه بيتين، قصيدة ما أنا بحافظها. عطني البيتين. لكني أقول باب العزامة هو بيوم ويومين، لا والله الأيام وشهور وأعوام، نبكيك من ذا الحين حتى بعد حين، يا شيخنا اللي في يا شيخنا اللي في المواقيف مقدام. يا الله الله يجعله في الجنة يا رب العالمين. الله يجزاك خير. على قلبي أصلي لا مني ذكرت العام. تمم القصيدة. أكملها؟ نعم. على قلبي أصلي لمني ذكرت العام، أشوف القدا والزين والشيم مستوية، هذا الواقع مره وعرض على الهوهام، على الهاجس اللي في طريقه خذا دوية، وأنا كاظ من غيظي وقد في الخفوق أورام، وقد في العيون دموع والكبد مشتوية، غدا دون هقواتي عقارب وناب إنسام، ومن بعدها جرفن ومن دونها هوية، ألا وهني اللي تعلى وريشه تام، ليطال مشواره تمتع على طوية، حلالاه يا جيب جديد وعاد خام، لي دست بنزينه تعافيت من كوية، على أم القرى سكته وأنا لابس النحرام، أبي درب مكة لو ملويها ملتوية، وسير على الأصحاب وصلصلة الأرحام، ودوس القفر وجول والقاع مرتوية، هذا علمي اللي ما كنيته روس أقلام، عسى الدرب قدامي إلى لفة ولا لوية. يلا صح لسانك. صح الدم. عقارب و وناب سام. من هم العقارب ومن هم الناب السام؟ الظروف. عساها خنعت. أبشرك جعلها إن شاء الله دائما يا رب في خنوع لك ولكل طيب. قبل 4 سنوات تقريبا بدأ صقر يلتزم دينيا أكثر ويحافظ، إيش السبب؟ من اللي أثر على صقر في الجانب هذا؟ أخوي اللي أصغر منه. الله، حطني القصة. جابر. حطني قصة جابر. جابر يا طويل العمر أخوي يعني اللي بعدي على طول. مساء الخير جابر. وأمسي عليه. وليت كل واحد عنده أخ مثل جابر. وأمسي عليه بالخير من هذا المنبر، أني أفتخر فيه وهو أفضل مني. هو أصغر منك سنا. هو أصغر مني سنة. سلمت. فجابر طال عمرك ربي يوفقه وحفظ القرآن الكريم كامل. ما شاء الله تبارك الله. حفظ البخاري ومسلم. تبارك الله. حفظ المتون العلمية. وهو كان طال عمرك يعني حفظه في الرياض، ورجع علينا في الجنوب وهو ملتزم وطالب علم، وأثر فيني وفي البيت كامل يعني. عرفت؟
حصلناه بسم الله من كل ما يضره. الله يجزاك خير. وكل من يجتهد يا رب العالمين، عسى الله يحفظك من كل مكروه يا جابر. واذكر الله يا صديقي المشاهد اليوم ودوم، بردد هالعبارة، قل الآن أرجوك أو شفت هذا المقطع مستقبلا، ما شاء الله تبارك الله على كل شيء عرفته أو رأت عيني ولم تذكر الله. إن جاب إن شاء الله فأنا محتاج، والله كريم، وليا رحتي على الدنيا وهلها السلام. وش السر في هذا البيت؟ والله البيت هذا طال عمرك للشاعر سلطان ابن الشايب، ومسي عليه بالخير من هذا المكان. مسي عليه بالنور. و ليش صقري ردده دايم؟ معجبني. شوف انه بيت مليان. صقري يا صديقي صقري، ما في شيء يعجب فيه الشخص الا هو يلامسه. تفضل صديقي صقر. والله شوف يا ابو سعد، ما هو على كل حال، انا طال عمرك شاعر متذوق للشعر. يا صديقي المحور هذا جينا قبل شوي وقلت مو كل شيء ينطق الشاعر يلامسه، امنا بالله. طيب. لكنه يعجب ببيت ما هو بله وبرضه ما لامسه. عادي، انا معجب في ابيات رثاء، عرفت، معجب في ابيات مدح، معجب في ابيات غزل، معجب، شيء طبيعي. لكن من الممكن ممكن اذا عجبت بالرثاء هي تربطها بمرحه لو فقدت. طيب لوجدك. اذا عجبت ببيت مدح مثلا. طيب. او هجاء. ايه شو مشكله؟ سمعني البيت هذا بسمع. قول إن جابك الله فأنا محتاج، والله كريم، ورحت مني على الدنيا وأهلها السلام. إيش الأشياء اللي ما عاجبه صقرنا في البرنامج؟ كثرة الفقرات. أفا طيب أنا محسوب على الفقرات. أنت من أهم الفقرات عندي. جاني بدايمك. إيش الفقرة اللي ممكن صقر استغني عنها؟ أنا ما أبغاها غير البرايم طبعا، الله يطول العمر، أمنية كل متسابقة أكيد أنه ما يفارق خويه، لكن غير البرايم. النمونية هو طريق للبرايم. ليش النمونية؟ ليه؟ لأن الليلين هذه بالذات أسوأ أيام الأسبوع عندي في البرنامج. كنت قاب قوسين أو أدنى صقر أنك تكون معي هالأسبوع أو أمس؟ كيف؟ هل صقر كان قريب من حافة البرايم؟ من الممكن. أمس المفترض أنك تكون معي؟ لا ما أظن ذلك. إيش آخر خصم وصل له صقر أو جاء صقر؟ 3000 حقت؟ من عند أبو سلطان. إي بخصوص إيش؟ بخصوص أخونا الأستاذ القدير خالد حامد. المطبخ؟ إيه حين تغيرنا. إيش سالفة واقعة المطبخ يا صقر؟ والله السالفة طال عمرك حنا كنا يعني بنحضر ذاك اليوم، لكن طال عمرك وصلني خبر أن الرجال عنده رحلة سفر وغير متحمس للمطبخ، ويبيها منا يعني مثل ما تقول نساعده بأنفسنا ونغيب. اوف 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 دقيقة، يعني انتم كنتوا جاهزين للحلقة؟ نعم. لابسين مايكات؟ لابسين مايكات جاهزين الأربعة كلنا جاهزين تطلعون هواء؟ نعم. ومستعدين قبل لا يبدأ الهواء؟ مستعدين قبل لا يبدأ الهواء. وتأخرت 17 دقيقة ليه؟ والله شوف أنا لا أتكلم إلا عن نفسي. طيب تأخر صقر 17 دقيقة ليه؟ علشان يمشي خالد حامد، ما نبيه يتأخر على الرحلة. دقيقة، من وجه صقر انه اجلس ترى خالد عنده رحلة؟ شخص عزيز وغالي. ايش ترتيبه هنا في الحياة الشخص هذا؟ شيء الكثير. لا هل هو إدارة، متسابق، المقدم؟ تثق في كلام هالشخص؟ أثق فيه. تثق فيه؟ نعم. وفعلا جلست ولا طلعت هوا فزعة لخالد حامد؟ نعم. لأن خالد حامد عنده رحلة الله يطول في عمره. نعم. ولو قدم الحلقة بتروح عليها الرحلة. نعم. وسوى زعلان ومعصب ويطالع في الساعة ويقول أحيل الأمر هذا للإدارة. نعم. وطالب بخصومات. نعم. ووقعت الخصومات. نعم. 3000 على كل شخص. صحيح. ومن ضمن الأشخاص اللي وقعت عليه الخصومات هو متعب بن ثايب، اللي أعتقد بديت أربطها، اللي أعتقد أنه بسببها كان معي في البرايم البارح. ممكن. وغادر البرنامج. ممكن. والله شوف أنا ما كان ذكرته هنا، عرفت، ولا أعطيت السالفة ذي، لكن الرجال طال عمرك يعني بدال ما يرد الإحسان بإحسان طالب بالخصومات وطالب وعطل يعني الموضوع فوق حجمه. خصم الغياب عن الفقرة خصمها 600، تروح الطالب ليه؟ بعدين أنا غبت متعمد، تقدير لك، تقدير الشخص اللي جاني خبرني عندك رحلة. طيب زين بعدها الطالب وتسوي نفسك زعلان وتعيش الدور بزيادة.
صقر صقر لذلك طال عمرك انا ما عندي مشكله اني افصح عن السالفه دي. صديقي صقر الاربع ساكتين الى اللحظه. طيب ما الله اراد استضفت اليوم صقر متعب طلع نواف ما هو ضيف اليوم ماجد نادر استضفته سابقا ليش السكوت الى الان؟ هل هو ضعف منك يا صقر؟ لا ليش ما تكلمت لحظه الكلام عند ابو سلطان او فرض العقوبه على ما جاء على ابو بلال؟ ما جاء لها مجال. انصدمتم من الخصم؟ نعم. كنت تتوقعون الامور بتمشي الحين الغياب عن الفقره 600 صعد الموضوع لابو سلطان وجاب ابو سلطان خصم 3000. طيب الجائزه اصلا في المطبخ 500 تخصم مني 3000 تخصم مني 3000 لاني فازع مع المقدم. تتوقع ان متعب ثايب في ذمه خالد حامد؟ من الممكن من الممكن. نعم خالد حامد صديقي شوف يا حبيبي انت انا اقولها قدام الشاشه انا اتكفل برحلاتك كامله من والى ابها طيله ايام البرامج الواقعيه اللي انت فيها عقد سنه مني ولكن بحجز لك ما بعد الحلقات تكفى يا خالد. الرجال انخصم منهم على 3000 ريال رصيدي ومتعب ثايب امس خرج وهو كان احد ضيوفي في زواج خالد. ايش قاعد تسوي يا صديقي؟ خطا يا صديقي خطا. ابو بلال تفضل. ايش في اشياء ثانيه مخبينها عنا او مخبينها عني يا بلال ابو بلال؟ ليش انا خبر ابو سعد محاورك تكون جاهزه هي جاهزه لا اقصد زي المطبخ والاشياء هذه اللي تفزعون فيها وتجي عليكم نقمه. اي بقول لك منها طال عمرك كسب شموع الماضي. الكسب اللي حصل في شموع الماضي نعم. هذا كان طال عمرك بترتيب وانا مستاذن صاحب المحل شخصيا اللي هو المسؤول عن المحلات سوي دعايه واعلان عرفت؟ طيب بلغت الاعداد عرفت؟ من بلغت بالاسم؟ فلاح الشمري. ذكرت له انه بيصير 1 2 3 4 نعم وهذا انا مستاذن وانا كذا وانا كذا وهذا قال ممكن يجي خصم انا ما ادري قلت انا مستاذن يعني خلاص انا خذيت الضوء الاخضر من صاحب وهذا لصالح اصلا المعلن او الراعي نعم الشاشه نعم سيناريو عرفت سيناريو ومثلت فيه انا وابوه مين ابراهيم ابوه مين وفيصل نياف وحاتم الفريدي عرفت وكان السيناريو فيه شيء من الكوميديا كان سيناريو جميل عرفت تفاجأنا في خصومات فوق 30000 لا اله الا الله اي والله طيب الـ 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 هو اصلا البضاعه اللي في المحل ما تتعدى 500 ريال 30000 ليه؟ انا مستاذن من اللي راح ضحيه هالخصم؟ عاد هم موجودين محط طلع عاد هم موجودين متعب كان معكم؟ لا في حلقه مفقوده عند من؟ كيف؟ يعني الحدث اللي حصل مع خالد حامد حدث الكسب اللي ذكرت بين قوسين كسب اللي في المحل السيناريو اللي رسم في حلقة مفقودة بينكم بين الإعداد بينكم وبين الإدارة إيش فيه؟ والله ما أشوف ما في شيء لكن طال عمرك حن نضبط مع الإعداد ونقول بس إنه يسوي سيناريو وكذا توكل على الله وانت بس شفت لكن أشوف إن مخالفات والأمور هذه خصومات إيه؟ تعدت حدها يا حر كبدي عليكم يا صقر. طيب ليش صقر أصبح أكثر حزنا وأكثر صمتا بعد منتصف البرنامج؟ والله شوف خروج زملائنا والله أنهم غلاه ونحن تأثرنا من خروجهم وهذا من الممكن أنه من أحد الأسباب. من الشخص اللي تتمنى عودته يا حبيبي؟ والله كلهم عزاز وغلا. في واحد منهم أقرب لك؟ كلهم والله عزاز ما اقدر افضل احد ولا احد. صقر تكفى يا صقر اعتبرنا في فاصل وانا اخوك. ترى قولتك انه ابغى زياد الشهري يرجع ما هي بنقصان طيب. في غيره انا ما قلت لك ما انت من يطلع من غير قصور في الشباب كلهم كل منهم طال عمرك احس انه خذا يعني قسمه من البرنامج الا ناصر قماش. حمد دخل البرنامج وهو اصلا نجم معروف. فيصل عويد شاعر كمل مسيرته بعد ما طلع من البرنامج. دغش ومصعب كذلك. فيصل هدلان قدم نفسه تقديم جيد وخرج وواصل مسيرته عرفت؟ ف لذلك طال عمرك اشوف ناصر قماش. وين ابو لبن في الاسماء؟ ومتعب ثايب. والله ابو لبن طال عمرك انا اشوف ان خروجه خير له. ما رايك في شاعريته؟ بالفصحى كويس.
في الفصحى كويس. نعم. أبو لبن طال عمرك خرج أولا عنده ظروف صحية، عرفت، وما في حاجة فعلا فعلا عنده ظروف، يعني أشوف أن البرنامج أنه ما هو بمستعد للبرنامج فعلا. صقر إيش كتب في الحب؟ لجل قانون المحبة وتقدير الغرام، غرام ما نويت أصد عنك ولقيك بهرق، بس كانك تنفي الوصل وتشوفه حرام، جعلني ما عاد أشوفك على طول ادهري، أنت ما تستاهل الحب وفراقك مرام، وقبل يا ضيقة البال ويا عين سهر. صح لسانك يا صقر، كل 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 ما ذكرت لي في هذه الحلقة فيه في بعد، فيه لا أبغى شيء في قرب. ما في مشكلة، سمعني طيب. شوف أبو سعد، أنا ترى ماني أكتب واجد، كن معك يعني صريح، كتابتي قليلة، هو أكثر قصايد يطال عمرك يعني في الجوال ماني بحافظها، عرفت، فمخزوني يعني اللي أنا حافظ لنفسي ما هو بقصيدي كله. الوالدة يا صقر، السلام، عسى الله يطول لك في عمرها، اللي هي أمنا جميعا، الله يطول عمرها. كتبت فيها شيء؟ بيتين. وش يقول فيها صقر؟ هي طال عمرك يعني دخلت المستشفى، كان عندها وعكة صحية، كتبت بيتين، قلت وأنا حافظها باللحن يعني، قلت أمي يا اللي جاي يا على روحي تفى الدار روحها، جعل ما وجهها ويجيني وتبقى سالما، يا طبيب الطلب بدا وبدواك جروحها، وانت عرفت شوف كارا متك عندي والما. في سؤال محيرني يا صقر، اول شيء عسى الله يطول لك بعمرها، الله ان شاء الله ويطيل بقائها، اللي يمسي عليها بالخير أمنا جميعا، لعلك إن شاء الله أفضل مني لغويا وتجارب حياة ومعرفة، تعلم منك يا أبو سعد. لك والله العظيم في سؤال محيرني، تفضل، أحتاج منه أحتاج جواب عليه. ليه إذا ذكر طاري الأم تلمع الأعين ويرق اللسان؟ طولت منها يا أبو سعد، لفوق شهرين ما شفتها، أول مرة في حياتي طول من أمي ذلك الغياب كله. تحسها مضيومة عليك؟ كيف؟ تحس كبدها في حرة عليك في بعض المواقع في البرنامج من لا. بعض الأشخاص؟ ما هو ظني. في ناس أوجعوها عن طريقك؟ بقول لك طبيعيا ممكن الكوفي شروم كلام اليوم انه يحصل فيه كلام يعني حاد، ويحصل فيه يعني مصادمات، وهذا شيء طبيعي، فطبيعي اذا يعني تاثروا اهل الواحد او امه او اختها. الكاميرا قدامك يا صقر، وخلني اكسر القاعده في هالحلقه، اسلام، ايش توجه كلام لها في ذا اللحظه؟ لان في كلام لها عندي هنا ابغاك تقراه ان شاء الله. الله يطول العمر، اقول الله يطول عمرها ويعطيها الصحه والعافيه. طالع فيها لانها تشوفك الان، خاف فيها خصم؟ لا، ما جاك في سد وجهي. تسلم. أمسي عليها بالخير من ذا المكان، والله إنه ما يمر ليل إلا وتضايق على غيابي عليها، عرفت، فلذلك أنا الحمد لله مبسوط في البرنامج واموري طيبة، ومهما حصل بين أخوياي أو أحد المقدمين أو الإدارة أو الإعداد، فهذا كله يعني ما فيه لا زعل ولا فيه خطأ ولا فيه أي شيء من الأمور، كل منا يتقبل الثاني وكل منا مبسوط من الثاني. الله يطولك بعمرها، الله يجزاك خير. متى تجيك رغبة الاعتزال عن البشر، أنك تنطوي بنفسك تجلس، ما ودك أحد يرفع عليك السماعة؟ غالبا غالبا غالبا. إيش اللي يشحن هالشعور داخلك؟ والله شوف أبو سعد، أنا طال عمرك إذا أنا عزلت بنفسي أفكر في يعني مستقبلي، أفكر في مشاريع، أفكر في دراستي، أفكر في اللي قدامي، عرفت، واستفيد من نفسي. وش ندم عليه صقر؟ الحمد لله، والله شوف أبو سعد، ما فيه شيء محدد أو فيه يعني موقف،
يعني حافظها أنا شخصيا الوقت ذا، لكن أكيد أن الواحد يندم في بعض المرات، عرفت؟ الله الله. كم مرة عانى صقرنا من كرال جميل؟ واجد. وش قلت عن من يحفظ الجميل حفظه لعينه؟ والله شوف يا ابو سعد، انا طال عمرك كل ما انكر واحد جميل او معروف او ما عاد يطري عليه الا بيت شاعر قحطاني، والله اني ناسي اسمه. ايش قال فيها؟ يوم يقول لا تندم على المعروف يا راعي المعروف، ليضاع عند الناس ما ضاع عند الله. لا اله الا الله. عرفت؟ فنقول الله يصلح نوايانا وجعل ما فعلنا خالص لوجه الله. وش تفسير الابيات الحبايب يا الصقر دراهم مني بعيد؟ هذه طال عمرك ابيات لابوي، انا مثل ما قلت لك انا من طفولتي وانا متشبق بابي واحب اخوي حتى لو يروح اي مكان والدنيا خوي، فكنت مثل ما تقول ازعجه بعض المرات، يكون رايح لمراجعه او شغل او كذا او شفت ابي اروح معه وابكي حتى علشان اروح معه. كتب الأبيات دي يقول الحبايب يا الصقر دارهم مني بعيد، طبعا حن كنا في ينبع وجدي وجدتي الله يرحم جدي ويطول عمر جدتي في يدمة، وهو بعد طال عمرك في الشمال عرفت في وظيفته، فيقول الحبايب يا الصقر دارهم مني بعيد، الله يسقي دارهم بالسحاب الهملي، اسمح لنا يا محمد نفيد ونستفيد، نكفى خلج نحام منا ومناك نعدي، لا جلسنا لا فلوس ولا ثوب جديد، والمعزة يا الشهم ما تجلّى بتعبي، ولا تشبقني بحبك ترى قدني خميد من زمان فيه تضحك وتلعب وتحب. صح لسانك يا أبو صقر وعسى الله يطول بعمرك على طاعته. رسالة والدتك لك، أنا أستأذنك أول شيء أنك تقرأها أنت تسلم. في حال سمحت لي أني أقرأها على الهواء فأنا طوعك تسلم. وبأمرك. السلام عليكم. أقرأها؟ تفضل. أنت بقرأها أنت، أبغى أمك تسمع حروفها بصوتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى شاعرنا الجزل ونجمنا المبدع صقر بن بلال، أسأل الله أن يوفقك ويكتب لك كل الخير والتوفيق سواء في هذا البرنامج أو خارجه، أعلم أنك لم تعتاد البعد عن أهلك ومكانك، وأعلم أنه من الصعب جدا عليك أن تمضي كل هذه الفترة في تلك القرية المعزولة عن العالم الخارجي، راح الكثير ولم يبقى إلا القليل، فثابر وقاتل من أجل الوصول إلى غايتك، مثلتنا خير تمثيل ورفعنا رؤوسنا فيك، وأنت كما عودتنا يا ابن الغالي دائما تكون قدوة حسنة لمن يقتدي بك، قلوبنا راضية عليك منذ الصغر، وأنت الابن البار والأخ القدوة لإخوته والقلب الحنون لكل محتاج، استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه وحصنتك بكلماته سبحانه وتعالى، حافظ على أذكارك وصلواتك وقدم ما عندك فلم تقدم إلا القليل مما لديك، فهذا البرنامج نقطة انطلاقتك إلى تحقيق أحلامك، دمت لي ولوالدك وإخوتك وكل من يحبك ويفتخر بك، وإن شاء الله تعود لنا بما تحب من إنجاز محبتك والدتك. الله يعطيها الصحة والعافية ويطول عمرها ويرزقني برها. الشعور أنه يكتب لك أو تسمع أنه ترانا راضين عنك منذ صغرك؟ الحمد لله، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، كل الشكر يعني لهم، فأبوي الله يعطيه الصحة والعافية اكتسبت منه الشيء الكثير، وهو طال عمرك عودني على اعتمادي على نفسي، عرفت؟ كابت في الحياة وتحملت مسؤولية نفسي من قبل ما تخرج من الدراسة، عرفت؟ وأشتغلت على نفسي الحمد لله، كان يوصيني دائم وينصحني ويوجهني، ومشيت على توجيهاته ونصايحه، والحمد لله دخلت مجال التجارة ووصلت للشيء اللي أبيه ويبيه الحمد لله. الله يديم رضاهم عليك. الله يجزاك. رضا الوالدين إن صح التعبير، ترى رضا الوالدين لا يعادله سعادة فيها الحياة. الحمد لله.
من رضي عنه والديه كسب الدنيا والآخرة، من رضي عنه والديه شاف التوفيق في دراسته وفي وظيفته وفي تربية أبنائه مستقبلا، من رضي عليه والديه عاش الطمأنينة الكاملة الروحية. فرضى الله سبحانه وتعالى مقرونا برضا الوالدين، ومحروم من كل نعم الحياة، ومحروم من كل سعادة في الحياة، ومحروم من كل شعور بالاستقرار والاطمئنان من فارق أحد والديه وهم ليسوا براضين عنه. أسأل الله أن الله يجعلنا راضين مرضيين في الدنيا والآخرة. صديقي صقر، أسعدتني وشرفتني وزدتني، ويشهد الله أني من الأشخاص اللي يعترف بجمال ما يواجه في هالحياة. أنت اليوم زدتني والله يا صقر، الله يطول عمرك. أحسنوا تربيتك والديك، الله يطول، عسى الله يخليك لهم إن شاء الله ولا يحرمهم منك، ولا قصور في الجميع. لكني الآن أو اليوم أنا أمام صقر. صقر، الكاميرا قدامك، إيش تقول لمن يحبك، من يتابعك بلا مقابل، يريد فقط بقائك تحوم في السماء؟ والله أقول طال عمرك الشيء الأول، الله يجملنا ويوفقنا ويكتب لنا اللي فيه خير. أنا صراحة أني دخلت المكان هذا لأهداف، حصلت شيء منها وباقي شيء بإذن الله. رسالة لكل من يتابعني والجماهيري والربعي وبني عمي، أنا قدمت نفسي في ذا البرنامج، وإن شاء الله أني عند الهقوة الطيبة وعلى اللي تبون، والقادم أفضل وأجمل بإذن الله. أنا ماني بغني من دعمهم ومن كلامهم الطيب، ونقول إن شاء الله وبإذن الله انفالنا المراكز الأولى. أسأل الله يوفقك يا صقر، وتأكد أنك ممن كسب المراكز الأولى في قلوب البشر. الله يطول، فالك التوفيق إن شاء الله في كل فوز معنوي دنيوي إن شاء الله. الله يسر أمرك، فرصة سعيدة يا صقر. شكرا لك يا أبو سعد، أسعدتني وشرفتني هذا الليل، وجودي معك هذا الليل يسوى عندي الشيء الكثير، ويبقى يا طويل العمر مسجل عندي وفي الارشيف انت شفت. وصراحه هذه الليله انا اسعدتني كثير. اسال الله يزيدك، وتاكد اني في ازدياد دائم طالما اني وصلت، ولا يهونون باقي القبائل القلب يامي. فالله التوفيق ان شاء الله يا صقر، اسال الله ييسر امرك ان شاء الله دائما ابدا. مشاهدينا الكرام، ختاما، من المسؤول عن مغادره متعب ثايب في البرايم ليله البارحه؟ خصم 3000 ريال اتى في فقرة المطبخ. من يتحمل خروج متعب ثايب؟ صديق قلبي حتى ألقاك، كن بخير، استودعتك الرب. Thank you.